عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام من مهرجان المؤسس، نستكمل معكم مجريات الثنايا هنا لأبناء القبائل. نتابع وإياكم هذه الانطلاقة واندفاعات هذا الشوط وهذه الأسماء المشاركة والانطلاقة في هذه اللحظات. نتابع هذا الشوط وجائزة هذا الشوط شيفورليه ستيشن للفائز بالمركز الأول. نتمنى التوفيق للجميع. وهنا انطلاقة من هذه الانطلاقات المسائية، نتابع المراكز الأولى. هناك صعوبة لصالح بن سالم بن محمد بن جهويل على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط نتابعها. بينما النقلة على المركز الثاني، انتصار لراشد بن محمد بن عبد الله بن عريج المري مع المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما النقلة على المركز الثالث، في هذه اللحظات نتابع ملامح لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند أيضا هنا على المركز الرابع ثالث. هجن التحدي، يا سلام، تمويل هجن التحدي مع المركز الثالث في هذه اللحظات. هنا نتابعها ونتابع انطلاقتها. بينما النقلة على المركز الرابع، في هذه اللحظات هناك شعار صائد الرموز على رابع المراكز في هذه اللحظات. نتابع هناك اللحظات هنا مع انطلاقة المركز الخامس. هنا من تصنى في هذه اللحظات السعدية لعلي بن حمد بن خليفة العطية مع المركز الرابع والمركز الخامس. نتابع الكدرية لحمد بن سالم بن مبخوت الحنيتم هنا في هذه اللحظات مع الخمس المراكز الأولى، المتقدمة في هذا الشوط. نتابع هذه المشاركة القوية مع سن الثنايا والمسافة 8 كيلومترات والسيارة بالانتظار. نتابع هذا المساء الجميل، نتابع هذه الانطلاقة، نتابع ابن جهويل يا سلام يا حمد يا بن سالم بهذا الانطلاق الجميل هنا في مقدمة هذا الشوط مع صعوبة لصالح بن سالم بن محمد الجهويل على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط بهذا الاندفاع. نتابع هذا الانطلاق على المركز الأول بينما النقلة على المركز الثاني، تمويل على المركز الثاني لهجن التحدي. نتابع انطلاقتها، نتابعها على المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما النقلة على المركز الثالث، الكدرية لحمد بن سالم بن مبخوت آل حنيتم مع المركز الثالث في هذه اللحظات. بينما رئيس من جديد يتدخل في هذه اللحظات مع الكايدة لعلي بن سالم بن علي بن جابر الحنزاب المري. بينما النقلة على المركز الخامس، نتابع هنا الدخول في هذه اللحظات. نتابع هنا الدخول مع السعدية لعلي بن حمد بن خليفة العطية. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. نتابع وإياكم هذه الانطلاقة والاندفاع في هذا الشوط وهذه الأسماء المشاركة هنا بهذا الانطلاقات المسائية. نتابع ونعود إلى المقدمة، نعود إلى صدارة الشوط، نعود إلى المركز الأول. هناك انطلاق جميل مع صعوبة، يا سلام، والسبق كله صعوبة يا صعوبة على مقدمة هذا الشوط. لن ينال السبق أي مشارك براحة تامة إلا هنا أيضا إلا أن يواجه صعوبة من المشاركين. كل يطمح إلى السبق، كل يطمح وطموحه هو المجد، طموح أيضا طموح المشاركين الناموس، طموحهم الفوز، طموحهم الزعفران، طموحهم أن ينالوا على سيارات في هذا المهرجان، الغالي، المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس. نتابع ونستطلع مجريات الشوط. صعوبة يا سلام يا صعوبة هنا أيضا تلقطها قناة الريان الفضائية. نتابع هنا ونشكر القناة التي ترافق هذه الموروث، يا سلام، بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع في مقدمة هذا الشوط.
صوت قناة الريان، هنا أيضا ترصدنا صعوبة في مقدمة الشوط. الله الله يا صعوبة يا صعوبة يا صعوبة، شوفرلي تاهو ستيشن يا بن جهويل يا الصعب أيضا متواجد ويرافقها الصعب. هنا أيضا في هذه اللحظات نتابع انطلاقة جميلة باندفاعه مع أحد عمالقة التضمير حمد بن سالم بن جهويل، من يرافقها بهذا الشعار. بينما المركز الثاني نتابع زعزاع لعبد العزيز بن صالح بن حمد القمرة متواجد هنا، ولكني أرى هنا قدوم من جديد في هذه اللحظات من اللي بينما المركز الثاني نتابع الكايدة لعلي بن سالم بن علي بن جابر الحنزاب أيضا وصلت معنا على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع الكدرية حمد بن سالم بن مبخوت الحنيتم مع المركز الثالث. المركز الرابع تمويل لهجن التحدي، يا السلام بهذا الانطلاق والمقدمة هنا مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس نرى هناك قرار راشد بن محمد بن سعيد الحنيتم هنا متواجد مع المركز الخامس. يا السلام عليك يا فهيد يا فهيد يا بن سلعان، هنا متواجد ايضا فهيد بن محمد ايضا نتابعه ونتابع انطلاقاته المسائيه في هذه اللحظات. نتابع هذا الشعار، شعار ايضا لافضل توقيت في سن الجذاع، هناك نتابعه في هذه اللحظات مع المركز الخامس. هذه النتيجه هذه النتيجه، ونشارف على لوحه الثلاثه كيلومترات بقية وبقيادة صعوبة. صعوبة يا سلام يا سلام بهذا الانطلاق والاندفاع. نتابع صعوبة نتابع اندفاعها في مقدمة الشوط، بينما بن حنزاب أيضا مترصد في الوصافة. هنا نتابع شعار بن حنزاب مع الكايدة علي بن سالم بن علي بن جابر بن حنزاب المري مع المركز الثاني. المركز الثالث الكدرية حمد بن سالم بن مبخوت الحنيتم، هناك تمويل على المركز الرابع، تمويل على المركز الرابع أيضا قيادة هجن التحدي الهجن العملاقة. هنا نتابعها ونتابع شعارها الأبيض أيضا صاحب النجمة العنابية. يا سلام يا سلام، شعار مميز وهجن التحدي متواجدة في هذه اللحظات. هنا في هذه اللحظات نتابع المركز الثالث، غيرت على المركز الثالث. المركز الخامس نستكمل النداء والانطلاق مع قرار راشد بن محمد بن سعيد الحنيتم مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. أرى هناك انتصار بن عريج على المركز أيضا هناك، وأرى أيضا قدوم جديد في هذه اللحظات من السعدية لعلي بن حمد بن خليفة العطية، وأسماء قادمة خلف الخمس المراكز الأولى، ولكن بنعود إلى المقدمة. الله يا انتصار، الله يا انتصار، الله يا انتصار، انتصار انتصار، يا سلامي على انتصار، يا سلامي على انتصار، انتصار بن جهويل على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط. ودير بالك دير بالك يا أبو سالم، دير بالك يا أبو سالم، دير بالك، هنا المشاركين هنا متواجدين، وأيضا ركز لي عدل، ركز لي عدل هنا يا بن جهويل مع صعوبة، صعوبة صعوبة، ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق الجميل من صعوبة. صعوبة على المركز الأول على مقدمة هذا الشوط. نتابع صعوبة هنا أيضا لصالح بن سالم بن جهويل، أيضا هنا نتابع بانطلاقته في هذه اللحظات. يا سلام مع المركز الأول، بينما هنا على المركز الثاني الكايدة علي بن سالم بن علي بن جابر الحنزاب. المركز الثالث هناك الكدرية حمد بن سالم بن مبخوت الحنيتم. المركز الرابع هنا المركز الرابع وصل شعار الخور. يا سلام يا ملامح ناصر بن عبد الله بن احمد المسند، اول ندى لها جاءتنا على المركز الثالث مباشره، بينما ارى هنا المركز الخامس هنا شعار الجريان مع السعديه علي بن خليفه علي بن حمد بن خليفه العطيه، ولكني نعود الى المقدمه. ايضا شعار بن سلعان قادم في هذه اللحظات. الله التنافس بدا مبكرا ايضا هنا مع هذه اللحظات، مع أيضا غلافنا أيضا الجوي، غلافنا مع 1500 متر تقريبا، أيضا هنا مع صعوبة. يا سلام
يا سلام، صعوبة 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 يا سلام بانطلاقتها الجميلة مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط. نتابعها، نتابع انطلاقها. صعوبة صعوبة لصالح بن سالم بن جهويل، يا سلام. بينما المركز الثاني ملامح 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 لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع هنا قرار لراشد بن محمد بن سعيد الحنيثم. المركز الرابع نتابع هناك أيضا الكايدة علي بن سالم بن علي بن جابر الحنزاب. المركز الخامس نتابع الكدرية حمد بن سالم بن مبخوت الحنيثم. ولكن الله يا صعوبة يا صعوبة، ملامح قادمة يا صعوبة يا صعوبة، اثبتي يا صعوبة، يا سلام يا صعوبة يا سلام بهذا الاندفاع في مقدمة الشوط. نتابع صعوبة صعوبة على المركز الأول والكيلو المتر الأخير، الكيلو المتر الخطير. الله يا التنافس، الله يا هذا الشوط، الله على هذا الاندفاع. ولكن ملامح 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 بدأت تبين بالملامح هنا في مقدمة الشوط. غيرت على المركز الأول وشعاره للخور ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. يا سلام بهذا التغيير اللي جرى وطرى على المقدمة مع الحزام الأخضر، الحزام الأخضر، حزام النواميس، حزام النواميس، حزام الفوز. يا سلام. بينما المركز الثاني صعوبة شعار بن جهويل، أيضا هناك شعار اللورد غادم مع شرايد عبد الله بن ناصر بن سعيد العيدة مع المركز الرابع. ولكن الله الله يا ملامح يا ملامح يا ملامح الفوز، ملامحها جميلة، ملامح الفوز بين فيها. يا سلام يا سلام بانطلاقها هنا أيضا تشارف وتسلم على أهل الخور. وسلام يا المسند، سلام سلام يا راعي ملامح، سلام ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، سلام 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 وتحية واحترام لهذا الشعار ولمالك هذا الشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. سلام ملامح، سلام 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 وتحية واحترام على هذا الفوز. تشاهدونها أمامكم وصلت على المركز الثاني شرايد عبد الله بن ناصر بن سعيد العيدة. المركز الثالث وصلت الكدرية حمد بن سالم بن مبخوت الحنيتم. المركز الرابع نتابع هنا صعوبة لصالح بن سالم بن جهويل وما قصرت صعوبة. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت صوغة لسعيد بن محمد بن راشد المري. تهانينا تهانينا والناموس على هذا الفوز. شاهدت معنا ملامح من فاجأتنا من الألف وخمسمائة متر الأخيرة، وأيضا ذهبت بسيارة هذا الشوط وانتزعت هذا الشوط. نتابعها ونتابع انطلاقها ملامح وهي تصل إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس لمالكها ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. هنا 12 دقيقة 49 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله بن احمد المسند. المركز الثاني وصلتنا شرايد، توقيتها الزمني 12 دقيقة 52 ثانية، سبع أجزاء من الثانية. تهانينا لعبد الله بن ناصر بن سعيد العيدة على هذا الفوز بالمركز الثاني. المركز الثالث وصلت الكدرية 12 دقيقة 53 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الكدرية حمد بن سالم بن مبخوت بن حمد الحنيتم المري. انطلقت شوطنا الثاني عشر، واحد الزملاء